مني أركم أنها قبل كده فات بعصر ظهر البشير أمل شنو جدة شنو فرحت مني بقى أن حاكم إقليم دارفور جدت شنو ولا سوى شنو عليك الله يا مطبلاتية وما ما 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 عليك الله يا عليك الله خلوا التطبيل يا جماعة خلوا التطبيل يا جماعة ما تنتصروا لنفسكم ما في انتصار في حرب يا حلية شعواء طاهنة والله يكذب الشينة الله يكذب الشينة والله بيكذبها كيف لك الله بيكذب الشينة دي حالة الناس تستسلم استسلموا يا جماعة مرقوا للقاتل ده مرقوا الناس الجزيرة استباحوكم خلاص خلاص والله العظيم اقسم بالله زي ما كلام زول ده اجروا يا جماعه اجروا انا اكرر لكم المقطع ده ثاني واخش لكم في المقاطع الاثنين الصوتيات الاثنين بتاع ناس الجزيره سري سري كده بس لانه اقل من دقيقه هو دقيقه شنو نص دقيقه بس كويس استباحوهم عديل يا جماعه زي ما شايفين يا هدى استباحوهم عديل يا هدى يا جماعه وين بكره يا زول من مناطق قبوته اي زول يا جماعه قاعد في الجروب ده عندك اهلك من قبوته يا جماعه بكره ناس كنت تيجي المناطق ما تفتكروا الجنجاوي ده اللي بيفوت من نخره الجنجاوي ده مع معصورين في مدني ومعصورين في الخرطوم هيحرشوا المناطق دي استوطنوا فيها استيطان عديد والكلام ده لو يوميا الزواج حق الجمره يا جماعه حصل في المناطق دي يا انا زوج بنتك وتعاقدين يا قلت لك الموضوع ده حصل خاصه في المناطق ده الربع العوامره دي وانا زوي والله العظيم شوفوا اكثر من كده الحياة ما بتتحمل اي اثنين ثلاثه عندك شباب بكره في منطقتك تعال المناقل هنا قاعدين لك انا يا معه المال قلنا العربيه اللي اتسرقت ما بتفرق ربنا يعوضها لكن يا معه العرض ده ما بيتعوض نهائي طيب ما بيتعوض نهائي انت ما دار تموت في العرض دار تموت شنو ثاني ما عملت حساب للعرض دار تموت بديان انت ثاني عليه الطلاق الاغتصابات اللي حصلت في الربع العامري عليه بالطلاق المره الكبيره اللي جبوه اليوم ده حصل فيها يعني اقعب حاجه عليه الطلاق المره الحامل ما خلوه المره الواضع ما خلوه الكلام ده اليوم ده والمغارة تسعى للتصل الربع العوامري برايكم شنو؟ نخش في مقطع بتاع الجنجبيتي قال شنو؟ يا شباب مساء الخير كيف حالكم ان شاء الله وسيم مبروك والله خبر سميح ووضع ماشي كويس تحيه يا اخواننا كلهم في المهندسين ومدرمان كلهم مدرمان يعني الناس المرابطين في الخطوط الاماميه تحيه اخواننا في بحر الخرطوم الله يا جماعه ربنا يعينكم ان شاء الله بالتوفيق يا اخي شدوا حيلكم ومعاكم في الدعوات ان شاء الله بارك الله فيكم يا اخي ومن ناس يا جماعه نكرر من ناس اذا الناس اللي في دارفور الناس اللي في دارفور تتحرك يا جماعه هوي كويس كلامي ده فينا بيسمعوا شدوا حيلكم يا جماعه اتحركوا مو قاعد هناك ما بنقعد كويس الناس هي زو شال شغل ومش قاعد هناك ده بلدك انسخنت بالارض خش فيها الارض تبقى لك زيقه والله الارض تبقى لك زيقه والناس دي شايفين براك ولموا الحركات لموا البلاوي مصطفى طنبور ياتو اي كل كله لموا جاوا اي زول عدوا لنا احنا لموا المساليب اي زول عدوا للعرب ناك جاوا كويس الحركات دي اللي انضموا بيحس انه يا اخي عندهم عداوه قديمه مع العرب والكيزان دي الغشوف قال لهم نقضي على الدعم السريع ده نهائيا في دارفور ما في حاجه اسمها عرب ما في حاجه اسمها جنيدين ما في حاجه اسمها عضاوه ما في حاجه اسمها رزقات ما في حاجه اسمها اي شيء ما في حاجه اسمها حامي كل الكلام ده نقضي عليه ونسلم قوته دارفور حركات جايين ساكت كويس وطمعوهم ادوهم قروش وادوهم اغراءات كبيره الناس زي الخبيثين وعشان كده شدوا حيلكم يا جماعه الناس يا جماعه نكرر الناس اللي سافرت مشت البلد الناس اللي سافرت مشت دارفور دي يا جماعه دارينا شخص ناس معروفين وقاعدين وعارفينهم يا جماعه تحركوا يا جماعه تحركوا تعالوا كويس بندقيتك ما عنده بندق زي اللي بندق وشغلك الشلت وديتها ضميتها ضمة غاية ما مشكلة لكن بندق وزغيرتك جعبك تعال به وتعال اجيب مع اخوانك كويس القضية دي جماعة دفعنا فيها تمن الشغل الحربة دي دفعنا فيها اقل ما عندنا والله وانتوا الناس اللي قاعدين ديل او نحن اللي قاعدين ديل ما بقى اغلى من الناس اللي ماتوا ديل الناس اللي ماتوا ديل ناس شباب ناس رجال ابطال ماتوا خلوا اطفال خلوا ارامل خلوا شياب عميانين كويس الناس اللي ماتوا ديل في ناس ماتوا وراهم عنزاي ساكت انا ماي كويس والله ناي حمار المالي ما داري نطرها بس معلش ممكن في ناس يزعلوا حمار ساكت وراهم ما خلوه لكن في سبيل القضيه وفي سبيل الوجود في سبيل العروبه والله العظيم دفعوا ثمنهم غالي عشان كده يا جماعه ما تنسوا حق الشهداء انتوا ديل قاعدين دي بتجيبوا حق الشهداء انتوا قاعدين ديل بتجيبوا حق الشهداء انتوا بتجيبوا حق الاطفال ديل بتجيبوا حق الارامل ديل لا انا شدوا حيلكم الكلام ده عيب كويس اقول ده يا اخي المقطعين ديل يا اخي ملمنون من وين منين
بيجوا بيتحمسوا وبيطلعوا فيديوهات وبداسوا بكابسوا ناس مقطعين كويس. وانا اوريكم الناس ديل ماتوا، الناس ديل هم ماتوا اكثر من احنا ذاتها، ماتوا موت موت السمان كويس، ماتوا موت جد، لكن برضه هم مصرين وانهزموا. الناس دي مهزومين، ما تشوفوا الكلام والاعلام تسمعوه، الناس دي لقيتهم درس والله ما قصرتوا كويس. هم ماتوا موت الليله الشماليه، تمشي الشماليه ولا الشرق دي والله العظيم بيت ما فيه وفاء، ما في اكثر من احنا ذات، لقنتوهم درس والله ما ينسوه اقسم بالله العظيم. في الاخر كلهم يشوفوا وبيد، هم مصرين باعلامهم بكذبهم بحركاتهم، بيقوموا بيقعد بايعوا في الناس، بيدوا في الناس دارينه لا بلد دي منهم ما تبقى. برضه هم عندهم وجود زي وجودنا، لكن وجودنا نحن اهم منهم هم. والحشاش القضيب قلت الحشاش من اللي شبكته فجوا الناس تشد حيله، والرساله دي الناس تعميمها يا جماعه، الناس اللي مشت اي راجعه، المشي ما مشكله، المشي ما عيب، ممكن اديت لك حاجه بغرضك مشيت، لكن يا جماعه مشكلتنا في الرجعه، لازم انها ترجع الليل قبل بكره. والكلام ده والله العظيم تلوه قدام يا ناس سوي نفس اخوانك القاعدين وماسكين بناديكم وقاعدين في المواجهه في الخطوط الاماميه الان، اللي في ود البشير، اللي في الشعبي، اللي في شارع العرض، اللي في الخليفه، اللي في الاذاعه، اللي في المهندسين، اللي في ود نوباوي كويس، ومواجهين الذخيره دي ليل ونهار، تسلل قناص نايم هاونا طيران دك فيهم مسير. اخوانك المرابطين في بحري في الكدر في الحتات دي كلها في الجزيره، نحن الناس دي زينا واحد وارواحهم قاليه له، وخلوا وراهم اطفال وخلوا اي شيء، تعالوا تمشي تقعد هناك انت يا اخي. زي ما قال اخونا ابو زريع قال لي من كرامه لكرامه ومن حفله لحفله، والكلام الفارغ ده يا جماعه عيب، لا ما زال كرامات نهائيا. مفترض نحن الكرامات والفراشات بزاد انها توقفها خلاص، يعني ما ادري خلاص عندنا سبيل كويس، ولازم ندفع ثمن، لازم لازم ندفع ثمن، والثمن دفعناه، لكن بعد الثمن اللي دفعناه ده والله العظيم تمر قصاد، نطلع صلاتين بيض، فشدوا حيلكم يا ناس، شدوا حيلكم يا ناس، تتحرك ناس تتحرك بعزيمه كويس. تحيه لاخواننا الان والله يا اخواننا في نياله ما قصروا، ناس عمنا علي حن وغيرهم والله ما قصروا بحماس، واخواننا في فوربرنجا برضه ما قصروا، الشباب قبل يوم عاملين والناس تشد حيلها يا جماعه، الناس تشد حيلها. الجروب ده الليله والجروبات الثانيه دي زول الليله ما فاقد زول، ما في كله زول الليله ما فاقد زول والله ما في، لكن برضه بنقول يا اخي سبيل القضيه. طيب احنا فقدنا ودفعنا ليه نتراجع؟ ليه نتخاذل؟ ليه نقوم ساكت؟ كلام ده عيب والله العظيم. يا شدوا حيلكم، شدوا حيلكم كويس، استسلام ما في، تخاذل ما في، وتقول الحرب دي حرب ممكن تستمر 3 سنة، نحن والله نقاتل بس كويس الى ان تقيم الساعه كويس. حتى كان جاء سلام وجاء تفاوض زاده، انت بتفاوض عزيز، بتفاوض بقوه، بتفاوض موقفك قوي، لكن كان موقفك ضعيف زي اللي بتشوفه. حتى الحرب ده كده في النهايه بينتهي بالتفاوض، برضه انت بكون موقفك قوي، ماسك لك كم منطقه وكم فرقه في يدك، وموقفك قوي وسنادك قوي، وانت انسان ما استضعف فوق استضعاف كويس. الحركات دي زمان شايفونا في دارفور دي بكاد وبيجوا بيسلموا وين، وعندهم شروط، وفي النهايه بيطلعوا ساكت، مرقوهم ساكت، لانه ما عندهم حاجه بيدهم، منطقه محليه ساكت ما ماسكنا، حتى احنا الليله في يدنا فرق، يدنا ولايات، يدنا عاصمه ثاني نفرط فيها يا جماعه، ده كتير والله العظيم، والله كتير من الناس اخواننا تضحوا ديل، والله كتير منهم وما قصروا الناس. احنا ما بنقول الناس دي، ما قصروا نهائيا، لكن بنقولوا مزيد يا جماعه لسه بعدين دي. كلامه صح طبعا في الموضوع، قال لك الحركات المسلحه بتجي توقع بشروط، لكن بطلوا سلاغ بيت ساكت، والبيض البيض اللي قاعدين هنا معانا في فرنسا، انت عارفين نفسكم صح؟ ولا اجيبكم باساميكم الفرحانين اليومين دي، وناس بيض ساكت يلا ما فاهمين اي حاجه، دايرين دائما الواحد ينتصر لروحه بس، ما بتحبوا الخير للاخرين. الحس كوعك ترابي في خشمك، سجم حبوبتك القطره سقط. نكمل، عندي دوله ما تصل، دي دوله يا جماعه كويس، والناس دي لعنوا لها ناس، يا سيركاسات دي لعنوا لها لكم عديل، انه ما في يعني لكم بالمناطق وبالهناية بالمدن وبالحدود، مسح مسح، الناس دي هيمسحوكم من الوجود نهائيا، سمونا ملايش وسمونا سرطان، يعني السرطان ده هيصلوا نهائيا، هم في مفهومهم هم. نعم، عشان كده يا جماعه عملوا حسابكم، عملوا حسابكم يا ناس سوي، وشدوا حيلكم والله العظيم،
والله العظيم تندموا ناس ناس المشهد دي الشباب نحن ناس ده الشباب يا اخي ما هم جيزاته اللي تخلي اخوانك في الخرطوم وتمشي هناك تسعى لك فاتح الفراش وكرامه ومشيت حضرت لك عرزه تشرب لك عصير وده الكلام الفارغ ده يا جماعه بالسوفيا ده عيب والله العظيم كلام ده نحن ما قصدي بده كل الناس كل الناس المشهد دي كل الناس المشهد دارفور دي عامه النادي طي راجع يقول يسمع حسنا ده النادي طي راجع انا سوي شدوا حيلكم انا لسه وهندفع ثاني ارواح لكن من حقك بيها هدف كان بيجا حق والله بيجا سلام هدفنا بيتحقق بيتحقق والنادي زي ما اقول لكم ما عندهم شيء ما تشوفوا الجعجعه وجابوا لك حركات 10 عربيه خطوين مع ديل كلهم ستاك سك والله ما بيعملوا معنا اي شيء النادي الناس زي ماتوا موت الجراب ضباط ومعتقلهم دي ماتوا مستنبرين ماتوا كويس لكن لسه بقولوا لا ما بيستسلموا طيب يا جماعه نحن برضو موتنا وموت بوجعنا وناسنا بوجعونا والله يا شان الناس دي مفترض زول ما يمشي البلد دي بعد تتنظف وتثبت وجودكم فيها وتمسكوا الدولة دي كان بحرب وكان بيسل بعد ذلك انت الدائرة بيستوى فوقها الدائرة قروش دائرة عربات تركب دائرة عين تتزوج دائرة عمارة بيستوى هاي كلام ده شدوا حولكم فيها الشغلات البسيطة بسيطة دي ما بتجيب من عيا يا جماعة واحد شيل لي عربية انجكتر معي انت بلستك هنا ما يمشي بيها هناك ويمشي يقعد هناك يا اخي ده كلام فارغ ساكت يا لا مشكله شفت لك حاجه مشيت ما مشكله احنا ما بنقول لك ما تجي لكن تعال راجع وش ودي حياتك قوم تعال جيب مع الناس دي شوف الزول ده هنا في النقطه ده اكد تاكيد تمام قال لي احنا انت لو شلت لك عربيه ولا بتاع احنا ما بنقول لك شيء لكن حاجتك دي وديها وتعال رجع وطبعا زعلان في ناس فاتوا قعدوا في دارفور هناك ما رجعوا وديل قاعد يموتوا وده الناس دي تعال انا اقول لك حاجه اول حاجه الحركات المسلحه كلهم بي عبد العزيز الهلو معاهم ذات بي عبد العزيز الهلو معاهم كل الناس دي كلها قرفانين من الكيزان ده داير يشيلوا الكيزان من الاخر كده اديك لها من الاخر كده داير يشيلوا ده داير كوم داير برضه ضدك انت منو ذاتك انت انت منو اذا كان جبال النوب والنيل الازرق ودارفور كلهم ضدك انت منو ذاته ضدك ده خد ضد ده منو ذاته دي منهم الناس ضدهم ده الجنجويت ضدك كويس وبقاتل بشراسة وزي ما سمعت الكلام ما بيستسلموا ما بيخلوه ما لأنه عارفين كده كده المقطع الجبيل كده كده قالوا نحن ميتين الليلة الجزيرة استباهوها كررت لكم المقطع بتاع الجزيرة مرتين استباهوها ما خلوا عجوزة ذاته انتخاب بس الناس دي الناس دي بيجيبوا لكم الفقر والترقاص الكاسات ده والبرهان ده بيجيبوا لكم الفقر هسه كمان الجماعة هنا قالوا مبسوطين كده نشوف يا جماعة تاني في هنا برضو مقاطع والله تعبان أنا ما بقدر برفعها كلها فلازم شنو لازم نرفعها بكرة لو ربنا أمد في عمرنا حيين من الموت مالكون حددتوا يا جماعة شيخ اللمين حددتوا مالكون يا جماعة شيخ اللمين حددوا يا جماعة بجروب كده يا هو ده شيخ اللمين والله انت موهوم علي الطلاق انت موهوم انت كان كده فاهم غلط يا اخي جنجويت شنو اللامون انا الفيديوهات ما واضحة انا قلت لكم يا جماعة انا مع الشعب انا لا مع ده لا مع ده في الوقت ده انا مع الشعب ده واقع تنبز وسوي ساي يا اخي اعرف الحاصل اعرف الحاصل شنو مستحيل يا اخي انا اتهم الجيش ولا اقول حاجة في الجيش انا قلت لكم يا اخي حتتنا دي مقسومة اثنين اي هاون يجينا هنا مع من الجيش واي هاو نقع من هنا في الثورات من الدعم السريع دي ما دار درس عصر وبعدين اسلوب التهديد ده ما بخوفنا يعني كان بخاف انا ما بقعد في حته زي دي وما تكون موهوم انت يا اخوي الوهمه دي عمال في حته تاني انا الطلاق لو في وريني حتتك وين وريني هسه دي ابقى راجل وريني حتتك وين قسما بالله كذاب قسما بالله كذاب ومين كلامك ده كذاب وده ما التهديد ما حق الرجال والايام بيناتنا وحتشوف انت انسان شوف شيخ اللمين قال له وريني حدد لي محلك وين قال داري وري له الجنجبيت يقول له زول ده حددني امشي وقتله شيخ اللمين عصره لي قزل في جروب ده برضه غرفته لك جبته اي شيء انا شبكه قاعد في اي محل كويس قاعد في اي محل انا جروب بس ها كده لعبت في اي محل
اجى دق عليه تليفون طوالي بعد اللايف ده نحضر ودق دق 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 نشيله برا كويس. قال لي ارفع زنون، في واحد قال لي ارفع زنون، خليه اخر حاجه انت خليك قاعد في اللايف بس، كلام اللي قاله ذاك مظبوط. لكن نجيب لكم المق ابو شوتال برضه يا جماعه، المق ابو شوتال برضه نشوفه قال شنو. انعصر طبعا المق ابو شوتال، ها المق ابو شوتال انعصر يا زول، عرف نفسه ميت ميت. ان شاء الله يفتح معي هنا، بس ان شاء الله يفتح معي يا وداعي. دارين نقدم عدد من الرسائل لصادق الرزاقي الفلانجاي. هنا افتكرنا انه في النيل الازرق عندنا الفلانجاي واحد زي مالك عقار، لكن ظهر لنا برضو الرزاقي. الرزاقي ده واحد من الفلانجايات زي ما بقول، واحد من عبيد دولة 56، عبيد دولة 56 الصادق الرزاقي. يعني تناسى كل البراميل الحارقة وتناسى كل استعباد أهالينا في الغرب الحبيب، كل ولايات دارفور ولايات الخمس الرزاقي تناسى، لأنه هو كان قريب للإسلاميين والفلول، وكان قريب من البشير، لأنه هو دائما في كل لقاء البشير يقول له يا أخي يا رزاقي الكلام ده كيف. وتناسى مقولة دولة سنار، ولا يقرنك انتصارك على الجعالين والشيقية، نحن الملوك وهم الرعية، نحن أحفاد تلك الممالك، نحن أحفاد الذين كانوا في كرعي، نحن أحفاد من قاموا بكل الثورات ضد المستعمر، ولكن الذين الآن أنت تتبرر وتسجد لهم هم من كانوا جوادين لذاك المستعمر. يا صادق الرزاقي، فموضوع الهامش ده وموضوع نهاية دولة 56 إلى مزبلة التاريخ، الموضوع ده يعني ما فيه قسمة إطلاقا، ما فيه قسمة ولا فيه مهادنة ولا فيه حوار ولا فيه، حتى ولو حصل ذاك الحوار لإيقاف الحرب هيحصل بنهاية دولة 56. يعني دولة 56 يجب أن تسحب إلى مزبلة التاريخ. الموضوع ده ما فيه مناصفة إطلاقا. فيا الصادق الرزاقي، أنت منتكل لحيطة مايلة ولشعبة معوجة اللي هي دولة 56، فإحنا ماشيين معاكم في التقيل. فيا دولة 56، الكلام ده إحنا بنقسم فيه قسم وقسم مخلص، يعني إحنا يا أنتو، ما في حاجة في المستعان. يعني دولة 56 دي خلاص ما عندنا لا اي مساومة ولا قعاد، القعاد في ايه؟ طيب كلامه ده انا بصف في صالحي، انا ما ديره اي دول مع الجنجويد ده، انا ضده ليه مديني، وما بنسى الكلام اللي عملوه في دارفور عموما وفي الجنينة. لكن شفت برنامج قوة راسهم ده، انا بصف لمصلحتي بتنهار كده الشغلة. أصل ناس الجزيرة خلاص رفعوا الراية البنية ولا البلبسجية، خلاص كتمت ناس الجزيرة فوق وتهيت بعد ده، لأنه غضب إلهي تاني. ما ناس الجزيرة ما بينتصروا تاني، اغتصاب عديل بيه حبوبتك في الرقوبة تاني، باللي بيدور بيدور بيدور، والجرى جرى والدور